السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بجيم اسطوري جديد FFA Free For All. الجيم حديث اللعب من 3 او 4 ايام ما بين 7 لاعبين، اولهم اخوكم رضا بجيش جي ال ستيلث، اضعف جيش ممكن يطلع لك بجيمات FFA. بالطرف الاخر تاركيريان بجيش تشاينا تانك، اكسكال جي ال اي فانيلا، كل تول تشاينا نيوك، دارك نون يو اس اي اير فورس، ام بي 3 يو اس اي ليزر، وممفيس تشاينا فانيلا. طبعا خريطة ويلز اوف كايوس خريطة تعد خريطة سيرفايفل نظرا لقلة الموارد يلي فيها. فيها اويلات اوكي وفيها سبلايز اوكي، ولكن ليس كما هو الحال بالخرائط العادية. فهي الخريطة تعد خريطة سيرفايفل، وعم بنشر هالجيم على الساعة 6 لانه اليوم في تحدي اسطوري على لايف ستريم الساعة 9 ضد اللاعب الأسطوري العراقي ميكواري. فأتمنى أنكم تكونوا موجودين، ولهذا السبب عم ننشر الجيم اليوم على الساعة 6 إن شاء الله. طيب بسم الله نبدأ بأولى الهجمات. خلونا نشوف هاي جاكر من أخوكم رضا، أول تحرك ضد أول لاعب اللي هو ممفيس. طبعا حتى أخذ باور بعيد، وبذكر جي ال اي ستيلث جيش جدا جدا عادي بجيمات الـ FFA، ما عندك ولا أدفانتج بجيش الـ GLA Stealth. فخلونا نشوف تارجيريا من الطرف الثاني، واحد وور فاكتوري، اكسكال بالطرف الآخر واحد فيك وور فاكتوري، كل تول تشاينا نيوك، دارك ناين واحد وور فاكتوري، يطلع فيز أكيد. أما عن MP3 واحد وور فاكتوري متأخر نوعا ما، والهايت جاكر بياخد دوزر ممتاز باخد باور. وهون على الفور على فكرة ممفيس خبر الشباب وخبر كل اللاعبين انه بلو از اون باور. اللاعب الازرق اخذ باور، بس الشيء الغريب اني قدرت اسحب الدوزر من ممفيس. طيب عم حاول اتوسع وتنل هاي المنطقه هون لحتى حافظ على السبلايز وامن السبلايز. طبعا بطلع لكابتشر الاويلات هلا بعد شوي لاني التهيت شوي بالباور. حركه اساسيه على فكره انك تاخذ باور من بدايه اللعبه بجيش جي ال ستيلث، ضروريه جدا بعيد وبذكر، لانه هالجيش هذا حرفيا بجيمات الاف اف اي مختلف كثيرا عن الجيمات ال1 في 1 او جيمات الاير جيمز. جيلي ستيلث حرفيا ما له اي قيمه بجيمات الاف اف اي. طيب دارك ناين ممتاز، هجوم سريع على ارض الجيرال، كل تول واولى الهجمات بوحده هامفي، يا سلام سلم، بيشيل البركس وبيشيل وحده توزر للجيرال كل تول يلي ما باع القاعده لانه ما بيعرف خصومه. وشو في عندهم، من الممكن انه خصمه اللي قدامه يكون يو اس اي اير فورس، من الممكن انه يشيلوا القاعده بدون باريحيه تامه. طيب كاتليك من كل تول عم بيحاول يتعامل مع الهامفي السريعه اللي جاي من دارك ناين. كل تول ماذا تفعل؟ دبل دوزرز وسبام او باتل ماستر نيوك. جرى الكلت والحلو كتير، تدعيس حلو، اكسكال صار بالنص، تارجيريان صار بالنص، دارك ناين هجوم سريع على كل تول من بداية اللعبة. بالطرف الآخر ممتاز ممفيس، هجوم سريع مرة أخرى من ممفيس على أرض أخوكم رضا. طبعا ما عندي شيء صد فيه جيش الهيليكسز مع الفليمر، أخذت السبلاي اللي هون، ولكن سيرش أند ديستروي مع بيكن من تارجيريان. وأولى الهجمات الواضحة والصريحة من الجيرال ممفيس على أرض أخوكم رضا. ممتاز كل تول يعاني من بداية اللعبة من هجمات دارك ناين جيش اليو اس اي اير فورس. نايس، اكس كلب بالنص، ما حدا مقرب عليه، مكبتشر الأولاد واخذ سبلاي بالنص. عم بحاول اطلع قاعدة قاعدة تشاينا فانيلا مع شوية كواد وشوية جنود لحتى حاول صد الهجوم تبع الجيرال ممفيس. أولى الهجمات على أرض الجي ال اي ستيلث مرة أخرى. الباور أكيد راح تساعد، عم كابتشر الأولاد ولو تأخرت شوي بكابتشرت الأولاد. بالطرف الآخر تارجيريان كابتشر الأويل اللي هون، ممفيس عم بيحاول ياخذ الأويل تبعيت تارجيريان. ممفيس بالفليمرز على مشارف أرضي، عندي جيش كواد لحد الآن ما في بلس لحد الآن. لاحظ تارجيريان، يا سلام، أوه 1 2 3 أربع باور فاكتوريز مع واحد بروباغندا سنتر من الجيرال تارجيريان. بالطرف الآخر اكسكل في منتصف الخريطة ودارك ناين في منتصف الخريطة، جيم متوازن كتير. طبعا عم بحاول زيد عدد التانيلات لأنه في هجوم أجريسيف جدا راح يجي من ممفيس على أرضي. طيب خلينا نشوف ممفيس دبل وور فاكتوريز من الجيرال باللون البرتقالي. ممفيس بلس، بحاول ابني بلس لحتى اطلع
طور دباباتي. طيب الطرف الاخر اكسكل محتل منتصف الخريطه باريحيه تامه. تارجيريان جيش خرافي مع وحده بلاك لوتس، جيش باتل ماسترز مع اوتو لودر تشاينا تانك. طبعا اخذ السبلاي اللي هون، اخذت السبلاي اللي هون واخذت السبلاي اللي هون. هجوم مزدوج من منفس على ما اعتقد جيم رايح لل 2 في 1. خسر اللوتس، ممتاز. بالطرف الاخر تارجيريان هجوم خرافي من تارجيريان، محاوله ل صد الفليمرز تبعول جيرال منفس، ولكن بالطرف الاخر تارجيريان او 2 في 1 واو. تيمينج على جيش الجي ال اي ستيلث، تيمينج واضح على جيش الجي ال اي ستيلث. بالطرف الاخر ما في اي هجوم يذكر بالخريطه، لاعبين على لاعب واحد من بدايه اللعبه. طبعا لما يعرفوا انه جي ال اي ستيلث فخلص على الفور بيروحوا ليشيلوه لجيش الجي ال اي ستيلث، لانه مرة أخرى بعيد وبذكر، أو مرة أخيرة بعيد وبذكر، ما بيقدر يعمل شيء نهائيا جيش الجي ال اي ستيلث. يعني أنا ويلي ألعب كواد لحتى صد الهيليكسز تبعول منفس، ويلي ألعب راكت باكيز لحتى صد الباتل ماسترز تبعول الجنرال تارجيريان. صراحة جيم خطير. دارك ناين بالطرف الآخر، أو هجوم خطير دارك ناين بالطرف الآخر، ما زال مدبل على كيل تول، ولكن كيل تول بجيش تشاينا نيوك يتمكن من الدخول الى ارض الجيرال دارك ناين. يا سلام. تارجيريان بالطرف الاخر، البلس ممتاز، البلس المخفي طبعا، البلس بعبيه جنود، ما زلت عم حاول صد هجوم منفس وهجوم تارجيريان من الطرف الاخر. يا سلام كل تول، هجوم اسطوري، هجوم اسطوري. اكسكل في منتصف الخريطه، سلام تام مثل ما لك شايف. الاي سي ام ضروره طبعا لحتى يشيل البلس. جارمين كل بحاول وقف الاي سي ام، حاول وقف الاي سي ام لحتى جنود القوازف شوي تضرب الباتل ماسترز، ولكن الهجوم الظالم والمزدوج من كلا اللاعبين. جيش الكواد خلاص جي جي على ما اظن، جي جي واضحه من الدقيقه السابعه على ما اظن. ما في اي امل بالجيم، وخصوصي انه اثنين هيجمين على لاعب واحد. طيب الطرف الاخر كيل تول بارض جيرال دارك ناين. إذا بتلاحظ ما حدا صار عليه تيمينج غيري، ما حدا صار عليه تيمينج غيري، بفوت بالهيليكسز منفس بيستغل الفرصة طبعا لحتى يرنك، لحتى يلم رانكينج من أرضي طبعا، لحتى يدمر ويلم اكس بي من أرضي. طيب ممتاز اي سي ام، منفس وتارجيريان جيوشهم تدخل ببعضها. كل تول ما زال يدمر بأرض الجيرال دارك نايت. جيش الجي ال اي ستيلث مرة أخرى بخسر الأويلات، ما كان لازم يضرب الأويلات على فكرة، طالما أنا منتهي كان لازم يترك الاويلات لحتى يكابتشرون، اما انه يكابتشرون لاحظ في بيرتن من ام بي 3، في بيرتن من ام بي 3 على ارض الجيرالد تارجيريان بلغم الاويل، ممتاز. جيش المكس من منفس بيحاول يضرب جيوش تارجيريان، بيحاول يساعد اخوكم رضا بطريقه غير مباشره، ولكن لحد الان ما استسلمت. كل تول بالطرف الاخر بارض الجيرالد دارك ناين. طبعا الفصيل اللي معك، الجيش اللي معك بيلعب دور كتير كبير بجيمات الاف اف اي. يعني تشاينا نيوك دارك ناين دبل عليه تدبيل خرافي، ولكن سبام تشاينا نيوك بجيمات الاف اف اي جدا خطير. يا سلام على ايتن سترايك. دارك ناين عم بيحاول يدافع بالستارات، عم بيحاول يدافع باي شيء ممكن. لاحظ جيش الباتل ماستر الخرافي من تارجيريان ما زال موجود، ما زال عم بيبعد، ما زال عم يبعد باتل ماسترز. المعركة الآن ما بين كل تول ودارك ناين وتارجيريان وأخوكم رضا. نايس، بشيل آخر التنلات الموجودة بهي المنطقة، قبل آخر تنل. منفس بيحاول يقرب، عنده طيران ولكن بيقدر يضرب، ولكن لحد الآن ما ضرب. ناطرين إنه يكيكني تكيك، ناطرين انه تكيك تكيك، واضح، لاحظ واضح انه ناطر اني كيك تكيك. منفس من الطرف الاخر بيحاول يقرب وبيضرب ضربه لا باس فيها بالمكس. اخوكم رضا هاز بين ديفيتد، اول اللاعبين اللي ديفيتد من اللعبه. دارك ناين هاز بين ديفيتد. بعيد وبذكر لمره اخيره، جيشي ما ساعدني نهائيا بالدفاع اولا، ثانيا عملوا تيمينج لاعبين من اقوى الجيوش، تشاينا تانك من اقوى الجيوش على الارض، تشاينا فانيلا طلع هيليكسز، فمن المستحيل النجاه بهيك جيم. طيب اكسكال من الطرف الثاني، لاحظ انتشار اكسكال، لاحظ انتشار اكسكال يلي سحب باور يو اس اي اير فورس من دارك ناين.
أخذ طائرة USA Air Force من Dark Nine. يا سلام، كالتول بالطرف الآخر هجمات Dark Nine أو قصف تبع Dark Nine عمل دامج بالور فاكتوريز تبع الجيرال كالتول. بالطرف الآخر تارجيريان بيحاول يقرب لحتى يشيل سبلاية منفس من أرضي. طبعا ما له أي مصلحة أنه منفس يكبر مرة أخرى. منفس بالطيران عم بيلعب ميكس، عم بيلعب فليمرز ضد الباتل ماسترز والهيليكسز. يا سلام، الهيليكسز تتقدم من الجيرال. منفس رائع جدا بيحاول يشيل الباتل ماسترز، وكل تول كل تول يغير جبهة الهجوم ويتقدم الارض. اكسكال يلي صار عنده 2 سكات ستورم مع طائرة USA Air Force، مع مطارات USA Air Force، والباب الخرافي من اكسكال، باب الكواد من اكسكال، مع وحدة اي سي ام من كل تول، 2 اي سي ام فقط مع جيش الاوفرلود. هجوم محترم من الجيرال كل تول على ارض الجيرال اكسكال. لاحظ تغيير البوب، تغيير جيت البوب من اكسكال الرائعة جدا، ولكن كل تول على ما اعتقد يخترق ارض اكسكال. تارجيريان ومنفس يا سلام، باللوتس على ما اعتقد، لا والله بالهيليكسز، بالهيليكسز تارجيريان تشاينا تانك وطالع هيليكسز بيشيل مطار. خلونا نشوف ام بي 3 من الطرف الاخر، ام بي 3 من الطرف الاخر عم بيعبي همفيز. جيش الاوفرلوردز بيشيل مطار مع رابترز لاكسكال. يا سلام، اكسكال بحالة دفاع واضحة امام جيوش الجيرال كيلتول. اعتقد يصير تيمينج على اكسكال. اذا ام بي 3 بيقرب على ارض اكسكال راح يصير تيمينج واضح على الجيرال اكسكال اللي ماسك الخريطة مسكة رائعة جدا. فلاش بانكس من الجيرال ام بي 3، حركة رائعة جدا، بيشيل السيفيليانز الموجودة هون. كيلتول صار بعمق ارض اكسكال يلي عم يلعب انجري بوب مع اي كي 47 من اكسكال. كل تول يلي اخذ ارض دارك ناين، تارجيريان يلي اخذ ارض اخوكم رضا بعد ما اخذها منفس. حلو كتير، بيخسر شويه ميكس. بالطرف الاخر التيمينج مره اخرى يتجدد في لقاء اليوم ما بين سبعه لاعبين. ام بي 3 يا سلام بجيش همفيز خرافي يحاول اقتحام المنطقة الوسطى من الخريطة ويحاول الدخول إلى أرض اكسكال. والكاربت، الكاربت من الجنرال كيلتول، نيو كاربت خطيرة جدا النيو كاربت. يا سلام، سلم كيلتول يبدع في هذه اللعبة، ولكن اكسكال من الطرف الآخر، اكسكال من الطرف الآخر ما عنده شيء ضد الجنود، ما عنده شيء يتعامل مع الانجري موب. ارتلري من كيلتول ممتاز على السكات ستورم، بده يحاول يشيل السكات ستورم بالارتلري والاوفرلورد على ما اظن. ممتاز ام بي 3، ام بي 3 ايضا متوجه الى ارض اكسكال. تارجيريان يكبر شيئا فشيئا ويتقدم لارض الجيرال منفس. تارجيريان يكبر شيئا فشيئا وبيقصف ارتلري على ارض الجيرال منفس في بنكر موجود هون، وارتلري بتنضرب من جديد. ام بي 3 من الطرف الاخر، ام بي 3 من الطرف الاخر يحاول اقتحام ارض اكسكال ومساعده الجنرال كيلتول بالتوجه الى ارض اكسكال. الصواريخ تنطلق من ارض اكسكال، السكات لانشر، السكات ستورم ينطلق من ارض اكسكال على ارض الجيرال ام بي 3. يا سلام سلم، خلونا نشوف الضربه لوين راح تكون على اقتصاد الجيرال ام بي 3 اكيد، والارتلري بالطرف الاخر على الاويل تبع الجيرال تارجيريان. يا سلام، ضربات بالجمله، ضربات بالجمله من جميع اللاعبين، ممتاز. خلونا نشوف هون ايش عم بيصير. ام بي 3 يحاول اختراق ارض اكسكال مره اخرى، كل تول كذلك الامر يحاول اختراق ارض اكسكال. خلص النص بيخسروا اكسكال. اي ام بي من الجيرال منفس على جيوش تارجيريان، ولكن منفس على مشارف ارض تارجيريان، منفس على مشارف ارض تارجيريان. سيرش اند ديستروي بيخسروا اكسكال. بالطرف الاخر كل تول عم يحاول يمشط هاي المنطقه بالكامل بارض اكسكال. تارجيريان يتحرك وجيوشه تتحرر وتتقدم الى ارض الجيرال منفس لاباده ارضه بالكامل. حلو، فريز، يا سلام، فريز، فريز من كيلتول على ما اعتقد. الاي ام بي نزلت من كيلتول على ما اظن. وقف فيها جيوش ام بي 3، وقف فيها جيوش الجيرال ام بي 3. السكوت ستورم ينطلق مره اخرى من الجيرال اكسكال. خلينا نشوف هالمره لوين راح يضرب. ام بي 3 هاز بين ديفيتد، ام بي 3 هاز بين ديفيتد. لح يا راجل، لح يا راجل، ام بي 3 هاز بين ديفيتد. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. اها، يمكن طلع، بس عنده جيش خرافي، واحدة من اثنين، اما انه يكون فصل
او انه يكون انزعج من فكرة الاي ام بي من كل تول، واحدة من اثنين، اما انه يكون فصل من اللعبة او انه يكون انزعج من دفاع كل تول عن اكس كات، واحدة من اثنين. طيب لم يتبقى سوى ثلاثة او اربعة لاعبين في ساحة المعركة، قريبا راح يصيروا ثلاث لاعبين على ما اظن، لانه منفس بوضع صعب جدا جدا امام جيوش جيرالد تارجيريان. امام جيوش جيرالد تارجيريان منفس بحالة صعبة جدا. تارجيريان خلاص على مشارف ارض الجيرالد منفس، يحاول تدمير معامل الدبابات والمنطقة الصناعية بارض الجيرالد منفس. لاحظ قدين كمشت ارضه، لاحظ قدين كمشت ارض الجيرالد منفس. جيوش تارجيريان تكبر شيئا فشيئا. منفس عم بيحاول يدافع عن حاله بالطيران، بيخسر ميكس. المعركة تهدأ في الطرف الاخر. لاحظ الانجري موب من اكسكل، العشائر من اكسكل، طبعا ما زال معه باور وما زال عم بيحاول يطلع سيرج. طبعا جي ال اي اذا بيطلع سيرج بصير كتير قوي، جي ال اي اذا بيطلع سيرج بصير جدا جدا قوي. خلاص منفس على ما اعتقد has been defeated، منفس على ما اعتقد has been defeated، ولكن عنده هيليكسز بيحاول يفوتهم. محاولة لهجوم اخير من الجيروم منفس على ارض تارجيريان، ممتاز. عنده نيو كانن، ما بعرف ليش ما ضرب بنيو كانن جيش الاوفرلورد. يا سلام يا سلام، تشاينا نيوك. تشاينا نيوك يعد واحد من اقوى الجيوش على فكرة بجيمات الاف اف اي. والانتراكس، الانتراكس، اوه الانتراكس من اكسكل مع سنيك اتاك من اكسكل. جي ال اي طبعا هو منفس. خلونا نشوف شو صار مع الجيرال منفس. اظن عنده سكافولد هون، او هون عنده سبلاي. هون كل تول يجدد الهجوم مرة اخرى على ارض الجيرال اكسكل. يا سلام، ولكن السنيك اتاك الخطير من اكسكل، الهجوم العكسي الخطير جدا من اكسكل، الهجوم الجبار من اكسكل الذي يقلب به موازين اللعبة على ما اظن ضد الجيرال منفس. يا سلام، بيعمل بوب من الطرف الاخر بجيش الباجز، بيحاول يشيل النيو كالنز، ولكن كلتول على ما اظن بيقدر يقتحم ارض اكسكل بهالجيش الاوفرلورد الخرافي. خلينا نشوف اكسكل من الطرف الثاني، سحب جيوش على ما اظن. لا والله جيوش الدم، لا والله ليكا جيوشه سحب لفوق جيش الكواد، ممتاز مع جيش الراكت باكيز. جيش الكواد مع جيش الراكت باكيز بيحاول يشيل القاعده للجيرال كلتول لحتى يحرمه من التطويرات. طبعا التطويرات شيء جدا مهم عن جيش تشاينا نيوك. يا سلام، كلتول. منفس ما زال موجود على فكره في ساحه المعركه، منفس ما زال موجود في ساحة المعركة. طبعا تارجيريان عم بيحاول يبحث عن آخر سكافولد للجيرال منفس. منفس بيحاول يشيل، بيحاول يعمل أي شيء بجيش الهيليكسز المتبقي عنده، ولكن منفس has been defeated. منفس خارج اللعبة. اكسكل بيحاول يروح لمنطقة النص لأنه أرضه مهددة، مثل ما لك شايف في جيش أوفرلورد محترم أمام أرض الجيرال اكسكل وعلى مشارف أرض الجيرال اكسكل. يا سلام، الأنجري موب، الأنجري موب مرة أخرى من اكسكل، والسكوت ستورم ينطلق من اكسكل، السكوت ستورم ينطلق من اكسكل على أرض الجيرال كل تول. يا سلام سلم، بشيل الور فاكتوريز، بشيل القاعدة، وبشيل البروباغندا سنتر. يا سلام، ضربة 10 على 10 من اكسكل، شال مباني أساسية عند الجيرال كل تول. عم بيحاول يستعين بجيش الرابترز، بجيش اليو اس اي اير فورس اللي أخذه من دارك ناين قبل ما يكيك دارك ناين. ضربة خرافية من اكسكل بالطرف الاخر. جيش الراكت باكيز من اكسكل ما زال يحاول التعامل مع جيش الاوفرلورد، ولكن صعب 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 جدا في ظل وجود اي سي ام تانك، في ظل وجود الاي سي ام تانك بجيش الجنرال كيلتون. صعب الباكيز تتعامل مع الاوفرلورد البلس. الراكت باكيز عم بيحاول يزيد عدد الراكت باكيز. لاحظ كمية الصواريخ اللي عم بتروح على جيوش الجيرال كل تول، ولكن بدون فائدة، بدون فائدة. بشيل البلس دون أي مشاكل، لازم يشيل الاي سي ام. إذا بشيل الاي سي ام خلاص صيدا سهلا سيكون على اكسكال. طيب جيوش كل تول على مشارف أرض الجيرال اكسكال، اكسكال الذي يعاني من هجمات الجيرال كل تول، وأخذ النص، أخذ النص اكسكال مرة أخرى يستحوذ على منتصف الخريطة. كلتول يا سلام بيحاول يفرق جيوشه، وهذا الخطأ يلي عمله كلتول على فكرة. ليش فرقت جيوشك يا رجل؟ بعدت الاي سي ام عن الاوفرلورد، فبالتالي أتحت فرصة الدفاع لاكسكال،
تحت فرصة الدفاع لإكس كاللاعز. هو عم بيشيل الاي سي ام تانك اولا، عم بيحاول ينقي الاي سي ام تانك اولا. يا سلام يا سلام، خطأ من كيل تول على ما اظن، خطأ من كيل تول على ما اظن. سيرش اند دستروي من إكس كال مرة اخرى، الجارمين كيل والكواد والراكت باكز والانجري موب اعتقد كافيين لحتى يدافع عن ارضه ضد جيوش الجيرال. كيل تول ستيك اتاك من إكس كال على ارض كيل تول، كاربت من كيل تول على ارض إكس كال، كاربت جيدة ولكن البوب افضل من الجيرال. إكس كال يلي عم بيحاول يشيل الفاير بيس او الارتلري بلاتفورم من الطرف الاخر بارض الجيرال كيل تول. يا سلام، سلم تارجيريان يحشد مزيدا من الجيوش، تارجيريان يحشد مزيدا من الجيوش. ليش ما عم تتحرك تارجيريان؟ لماذا لم تتحرك تارجيريان حتى الان؟ ليش ما رحت على ارض إكس كال؟ ليش ما تقدمت على ارض إكس كال؟ اي ام بي انضربت على ارض إكس كال يلي هو الان باسوأ احواله، وسرق اوفرلورد من الجيرال كيل تول. يا سلام، سلم كيل تول مرة أخرى بحالة دفاعية وبمعجزة من إكس كال يقلب الطاولة على جيرال كيل تول بالستيك أتاك الثاني على التوالي أو الثالث على التوالي بأرض الجيرال كيل تول، وقصفوا سكات ستون. خطير كان جدا على أرض كيل تول. لاحظ كيل تول رجع ثلاثة وور فاكتوريز من كيل تول، لأنه كان معه فلوتينج على فكرة، كان معه ماني فلوت، فعشان يقدر يرجع يطالع جيش جديد الجيرال كيل تول. اعتقد إكس كال يرجع يطلع بوب جديد على ما اظن اذا عنده جيوش راكت باكز. خلونا نشوف، ما رجع طلع بوب إكس كال مرة اخرى، ولكن الطريق مفتوح امام إكس كال، الطريق مفتوح امام إكس كال. عم بيحاول بالرابترز يشيل الاويلات الموجودة هون عند الجيرال كيل تول. تارجيريان مازال متريث لحد الدقيقة 22 من عمر هذا اللقاء، لازال عم بخطط وعم بكبر ارضه شيئا فشيئا. عنده هالجيش، اذا بيخسره خلص راح يكون جي جي لتارجيريان، ولكن عم بيعطي وقت على ما اظن، ما لازم يعطي وقت. إكس كال عم بيزيد اقتصاده وعم بيتوسع، هيز اكسباندينج إكس كال شيئا فشيئا في منتصف الخريطه. كيل تول من الطرف الاخر طبعا اللي مساعده على انه يقاوم الانجري موب هو الفصيل اللي معه تشاينا نيو. طيب بوب جديد من إكس كال بجيش كواد مخفي مع جي بي اس كرامبلر، ممتاز. جي ال اي فانيلا طبعا بيقدر ياخذ جي بي اس كرامبلر وبيقدر يخفي جيوشه فل كواد طبعا. جون كريبير مع اي بي بوليتس وبيحاول يشيل القاعده للجنرال كيل تول، كيل تول يلي ضرب ارتلري على ارض الجنرال إكس كال. اكيد اكيد تارجيريان، تارجيريان يتحرك لارض إكس كال، اثنين ارتلري دبل ارتلريز، حلو كثير، بيشيل السكاتسوم تبع إكس كال. ضغط رهيب على إكس كال، ضغط رهيب على إكس كال. مرة أخرى الهجوم يتجدد، ولكن هالمرة الهجوم مزدوج من تارجيريان، من تارجيريان وكيل تول. يا سلام، الهجوم مزدوج الآن من تارجيريان وكيل تول، ولكن إكس كال، إكس كال بالطرف الآخر يا سلام بأرض الجيرال كيل تول بجيش الكواد المخفي، حاول يشيل الور فاكتوري الأول للجيرال كيل تول. نايس، بشيل أول وور فاكتوري، بحاول يشيل ثاني وور فاكتوري. طبعا عم بيكسب من الكاش باونتي. انتراكس من إكس كال، انتراكس من إكس كال، انتراكس انضربت من إكس كال، ولكن قدامه تشاينا نيوك على ما اظن، فبيشيل مفعول انتراكس بسهوله تامه. جيش الكواد بيشيل الاوفرلورد، سنيك اتاك، سنيك اتاك من إكس كال هالمره على ارض الجيرال تارجيريان. يا سلام على سنيك اتاك من إكس كال على ارض الجيرال تارجيريان، تارجيريان عفوا. ما بعرف اذا رح يعمل بوب، نعم بيعمل بوب على ارض تارجيريان. الاوفرلورد دمرت الجيش لانها اوفرلورد من جيش تشاينا نيوك. تارجيريان هجوم خطير، تارجيريان هجوم سفاح على ارض جيرال إكس كال. انتظر اللحظه المناسبه، ناشيوناليزم مع اوتو لودر لجيش تشاينا تانك. إكس كال ما زال عم يتوسع، لاحظ سحب دوزر يو اس اي اير فورس ليبني قاعده بمنتصف الخريطة. هذا اللعب لا يستسلم بسهولة عزيزي المشاهد. إكس كال ما زال بالطرف الآخر عم بيحاول يكيك كيل تول، عم بيحاول يشيل المباني الأساسية للجيرال كيل تول، بيشيل الور فاكتوريز اللي كانوا موجودين هون. ما زال كيل تول عنده سبلاي هون، هي من الممكن انه تنقذه لكيل تول على فكرة، ولكن عنده رابترز على ما اظن إكس كال. لا والله ما بقي عنده رابترز، عنده مطار ولكن بدون رابترز. لاحظ جيش تارجيريان الخطير جدا، جيش تارجيريان الخطير جدا. تشاينا تانك بعيد، وبذكر اخطر واقوى الجيوش على الارض،
وتشاينا نيوك كذلك الامر اقوى جيشين حرفيا بجيمات الاف اف اي هيجمين على اكسكال. فصمود رائع من اكسكال لحد الان. طيب خلونا نشوف، ما زال عنده سنيك اتاك هون اكسكال، ما زال موجوده السنيك اتاك تبعت اكسكال، وخلونا مركزين على السنيك اتاك تبعت اكسكال لانه راح يعمل فيها شيء جدا خرافي. بالطرف الاخر كل تول عنده قاعده وعنده سبلاي هون مثل ما قلنا، بينسحب من ارض اكسكال عشان ما يكيك انجري موب من اكسكال، ممتاز. بحاول يروح على القاعده تبعت الجيرال كل تول، ممتاز. ارتلري على ما اظن بتنضرب على ارض اكسكال، او كاربت من تارجريان بتنضرب على ارض اكسكال. طيب الطرف الاخر الانجري موب يا سلام بشيل القاعده، وكل تول از هانتد، كل تول از هانتد، خلص بشيل القاعده لكل تول. وكاربت كاربت 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 من كل تول، ولكن ما لحق يعمل فيها شيء نهائيا. ما بي عند كل تول غير مبنى سبلاي واحد وحيد بهالمنطقه اللي هون تارجيريان على مشارف ارض الجيرال. اكسكال يتقدم الى منتصف الخريطه. لاحظ اكسكال الحركه الخطيره اللي كنت عم بحكي عليها قبل شوي، واللي هي انه طالع ووركرز من السنيك اتاك الموجوده هون، وبيصلح السنيك اتاك وبيبني وور فاكتوريز وبيبني قاعده، وبيحاول يعمل اكسباندنج وتوسع بالخريطه لمره اخرى ليكسب شويه وقت، لانه تارجيريان يتقدم الى ارض اكسكال. تارجيريان يتقدم الى منتصف الخريطه. خلينا نشوف جيش الكواد المخفي من اكسكال. كل تول طبعا عم بيحاول يحمي اخر مباني قبل ما يكيك، كل تول عم بيحاول يحمي اخر مباني قبل ما يكيك. طبعا قسم جيشه بالنص، هذا شيء رائع جدا وحركه ذكيه جدا من كل تول. قسم جيشه بالنص، الله خلي نص يروح يدبل على اكسكال، والنص الثاني يدافع عن اخر المباني اللي بقيت عندي الجيرال كل تول. طيب جارمن كل من اكسكال، ممتاز، ما ممكن انه يوقف الاوفرلوردز واحدة تلو الاخرى. سكوت لانشر ممتاز، حلو سكوت لانشر، يا سلام عم بيحاول يضرب ال تارجيريان منسحب لورا. اكسكال رائع جدا، وقف اوفرلورد بالجارمن كل، بحاول يقرب بجيش الكواد، بحاول يقرب بجيش الكواد. جيوش كل تول تنسحب الى الوراء، المسألة مسألة وقت. كل تول كل تول مهدد بخطر الكيك، كل تول هاز بين ديفيتد. يا سلام عليك يا اكسكال، ولكن تارجيريان موجود، ولكن تارجيريان موجود. بالطرف الاخر سكوت لانشر من اكسكال ما لحق يضرب ولا اي صاروخ من سكوت لانشر، ولكن اكسكال يتوسع بالطرف الاخر ضد تشاينا تانك. اكيد راح يطلع سكوت لانشرز، لم يتبقى في ساحه المعركه سوى تارجيريان واكسكال. عزيزي المشاهد، تارجيريان واحد من افخم لاعبين الاف اف اي، واحد من اقواهم وواحد من معذبهم. تارجيريان على فكره بيكابتشر ال ال بيكابتشر ال ال الارتلري الموجوده هون الفاير بيس. بعرف ليش عم بيشيل الاويلات تارجيريان، هذا خطا كثير كبير من تارجيريان. يا رجل انت تشاينا تانك مفروض تتمسك بالاويلات تمسك عجيب، ليش 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 عم تشيل هذا المبنى كمان؟ هذا المبنى انت بفيدك وموجود اللوتس، هذا خطا كبير كثير كثير من تارجيريان. لازم هدول المباني تكبشرهم، لانه انت تشاينا تانك جيشك بالكامل بيتصلح. تبلتد يورينيوم شيلدز من تارجيريان، خلص جيش فول اوبشن من تارجيريان، جيش فول اوبشن من تارجيريان. خلينا نشوف اكسكال بجيش الكواد، حلو بشيل ال بشيل ال عنده 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 ريبير باي هون موجود، ولكن لا باس انك تاخذ اثنين في حال اذا تدمر لك واحد. بكابتشر الاويل موجود هون، طبعا دمر الاويل الموجوده هون. اكسكال بحاول يقرب، لاحظ دمر له الريبير باي الموجود هون، فما بقى جيوشه جيوش على ما اظن ما بقت بتتصلح الا اذا عنده ريبير باي موجود هون كمان. طيب انجري موب من اكسكال يلي توسع توسع خرافي. اكسكال توسع بارض دارك ناين اللي كيك من اللعبه، توسع خرافي. هيليكسز من الجنرال تارجيريان، هيليكسز من الجنرال تارجيريان. جيش الكواد المخفي تبع اكسكال عمل مصائب على فكره، جيش الكواد المخفي تبع اكسكال عمل مصائب في ساحه المعركه. والسكوت لانشر من اكسكال يا سلام، السكوت لانشر من اكسكال يا سلام يحاول التعامل مع جيوش الجنرال تارجيريان، والسكوت بتنفض. يا سلام سلم، اكسكال يلعب بالنار حرفيا، اكسكال يلعب بالنار حرفيا امام جيوش جيرالد تارجيريان. من الطرف الاخر تارجيريان خلص بالهيليكسز بيشيل المباني المتفرقه عند اكسكال، المباني المتفرقه في ساحه المعركه عند الجيرالد اكسكال. لاحظ السيفيليان هون يا سلام، لاحظ السيفيليان اللي هون، كم تانك هانتر كم ار بي جي تروبر معبيه. يا سلام يا سلام يا سلام،
بيحاول يشيل الفليمر، لازم يشيل الفليمر بأسرع وقت، بينزل الجنود. بيحاول يا سلام، انتراكس من اكسكال، يا الهي انتراكس من اكسكال، والسنيك اتاك من اكسكال. السنيك اتاك من اكسكال، هلا بنشوف وين السنيك اتاك بتنفتح من الجرال اكسكال. سنيك اتاك برجع لارضه او لحتى يدمر الاويلات تبعول الجرال تارجيرن. عم تلاحظ التغيير الخرافي اللي عمله اكسكال بهالسنيك اتاك الموجوده هون، كانت ارضه هون رجعت صارت ارضه هون، يعني توسعه رهيب، رجع مسك النص، يعني حركات اسطوريه صراحه من اكسكال. نوكلير مثل جاهز من تارجيرن، نوكلير مثل جاهز من الجيرال تارجيرن، ممتاز. بحاول يبعث ستار او تطويره لمنتصف ارض اكسكال. نوكلير مثل بينضرب من الجيرال تارجيرن، اكيد على ارض اكسكال، اكيد على ارض اكسكال وعلى الجاذرينج بوينت، على منطقه التجمع، منطقه تجمع الجيوش. ضربه موفقه من الجيرال تارجيرن مره اخرى، لم يتبقى في ساحه المعركه الاسطوريه، في ساحه المعركه الدمويه على خريطه ويل اوف كايوس سوى اكسكال وتارجيرين. ممتاز، اكسكال بيحاول يتعامل مع الهيليكسز، تارجيرين بيحاول يفوت الهيليكسز على ارض اكسكال، ولكن تارجيرين ماذا تنتظر؟ تارجيرين ماذا تنتظر؟ حلو كتير، الغام تنضرب على منطقه ما بعرف شو مخططات تارجيرين بضرب الالغام بهون بهاي المنطقه، ولكن كان لازم يضربها قدام الور فاكتوري. ولكن للامانه تارجيرين دخول اسطوري الى ارض جيرال اكسكال، دخول اسطوري الى ارض جيرال اكسكال. شيل الباور، ما لحق يشيل الباور لانه في قدامه ثلاثه كواد وفي جيش كواد محترم من اكسكال بالطرف الاخر. اكسكال يا سلام ما زال يعذب جيوش تارجيرين بهالسيفيليان الموجود هون، يا حرام. جيوش بالجمله اكسكال بيشيل ال 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 الفاير بيس الموجود هون، بيحاول يقرب على الاويل. اكسكال بيشيل الاويل، بيشيل الاويل تبعيت تارجيرين، بيدمر الاويل تبعيت تارجيرين. ممتاز، تارجيرين بالطرف الاخر بجيش الهيليكسز يحاول التقدم. يا سلام سلم، تارجيرين يحاول التقدم لارض الجيرال اكسكال. السكاد لونشرز في خطر عزيزي اكسكال، والاوفرلورد في خطر عزيزي اكسكال، بيعمل بوب بالسكاد لونشر. حرام، تارجيرين هاز بين ديفيتد، تارجيرين هاز بين ديفيتد بعد ما شاف ارض اكسكال وبعد ما خسر جيشه بالكامل. اكسكال فظيع في هذه اللعبه. اتمنى انه كان جيم ممتع، كان معكم اخوكم علي رضا، والسلام عليكم.